انطلاقا من استراتيجية دائرة البلديات والنقل لبناء قطاع عقاري مستدام وذات شفافية عالية، تم التعاون مع القطاع الخاص من خلال شركة متطورة للخدمات العقارية لتقديم منظومة داري التي سوف تقدم خدمات عقارية مباشرة للجمهور المحلي والدولي، لتصبح جميع هذه الخدمات بجودة أعلى بفترات تنفيذ أقل وذات سلاسة في التعامل للحصول على الخدمة بشكل مباشر. اليوم هدفنا الأسمى والاستراتيجي في دائرة البلدية والنقل لجذب مستثمرين محليين ودوليين في القطاع العقاري لازدهار هذا القطاع ليصبح مكمل للاقتصاد إمارة أبوظبي، وله أثر إيجابي مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. اليوم من خلال منظومة داري الإلكترونية العقارية هناك خدمات مباشرة جديدة، ومن أهمها البيع والشراء والاستئجار والتعرف على جميع المطورين العقاريين ومشاريعهم ومراحل التنفيذ من خلال منصة واحدة شاملة. اليوم أنصح جميع المشاهدين بتنزيل نظام داري لكي يستفيدوا من هذه الخدمات العديدة لخدمة طلباتهم التي تختص بالقطاع العقاري بشكل عام ومعاملاتهم الفورية من خلال هذا النظام السريع، والتي تحصل على الخدمة بشكل فوري وبفترات أقل.